السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا فيكم ل فاكتوريو. أنا كنت مسوي كم حلقة قبل التحديث ونزلتها لكم، والحين بعد التحديث يا سأكملها، لأن أنا كنت موقفنها فترة لأسباب معينة. فالحين اللي أبغى أسوي إنه أكمل السلسلة مال الفاكتوريو، إنه في ناس تترياها طبعا، لأن الموسم القديم كان شوي لكم عليه. فالحين اللي ابغى اسويه هو كالتالي، ابغى ارجع اكمل وين وقفت في الموسم هذا، اللي هو موسم فنان، ترى موسم فنان بعيبكم من والدينا. بس عندي مشكلة، اللي هي وين حديد ايرون بليت، ابغى بليت. كان مسوي مصنع هني، احاول اتذكر الحين الخريطة، لانه مش كل الخرائط من فترة ما لعبتها، والحين أحاول أتذكر شو أفضل. زين، نبغى انسيرتر. إذا عندي لوجيستيك تستحيل، صح؟ يب، عندي هذا موجود تحت بعد. زين، اللي أبغى أسوي أشبك لوجيستيك نتورك هني في المكان هذا. لحظة، مشبوك ويكون هي، بس مش مشبوك. اوكي، فخلونا مشبوك. اوكي، في شغلات وايد تغيرت في اللعبة، ترى في شغلات حلوة تغيرت في اللعبة، يعني بشكل جيد. عندكم هذا شو بيسوي؟ هذا بيسوي لنا، لحظة ما احتاج هذا كله، اللي هو بس مش عاجبني مكانه، غلط من صدق، مكانه مش صح يعني، مش بس ما نبي بعدين هالكمية الضخمة. وبأسوي واحد ثاني يكون في هذا، طلع لي هذا إلى لوجيستيك نتورك، يسوي لي بايب حلو من هذا، اللي هو عندي سبريتر، ايه اللي هو هذا، يطلع برا، تخليكم حارة بحارة، ضبط شوي امور. نضبط الاوضاع شوية. زين، نضبط الاوضاع شوية، لحظة نضبط الأوضاع شوية، حبة نضبط الأوضاع حبة. زين، هنا أندر جراوند ولد مالي هذا. وين يبقى؟ هني ما عندي من هذا العمود، خلنا نسويه. مشكلة برأيه، وبيوقف البيبات هاي عند 50، يعني هذا بينتج، هذا بيحطيه. بس الدفاعات كدفاعات الحين قوية ترى، يعني أنا سويت يوم أسست القاعدة كانت القاعدة زينة، لأن حاولنا نشوف كمية الأعداء ضخمة جدا. هاي شو مشكلته؟ كهرباء؟ مشكلة، أعطيك كهرباء. شو أخبار كهرباء أصلا؟ production satisfaction، محتاجين نزيد شوي كمية ضخ الكهرباء ترى على فكرة. بس الحين من سوينا البيبوت، طبعا أي مصنع جديد أنا بحطيه أبا خلاص، أبا أوتوماتيك. هذا بحتلمي أزرق أنا، حيت كنت حاط صح، المفروض الفاينل برودكت هذا يعطينا ماشينز، هاي يعطينا موتورز، بتري، الكتريك سيركت. لا، هذا الأحمر كان، هذا بيكون اللي هو هذا. أما هذا
خلينا نحطه من هنا هنا. شو يبغى له؟ ايرون جير وان ترانسبورت بيلد. نسوي له خط انتاج تحت الحين. وفاكتوريو كل شيء صح انه ياخذ وقت لكن امور تمشي. انزين خلنا نجيب من هذيل. هاب اسوي هنا انتاج بس شو احزمه خلاص. هذا الحل اللي انا اقدر اوصله حاليا بصراحه يعني. بسوي انتاج الاحزمه من ورا هايل. اوكي لحظه ما بيمشي الوضع كذي. هجوم هجوم شغالين. ووو كل ابو يبالي اسوي اطور الليزر خلاص. شو اخبار الليزر؟ ليزر سورت. اوكي لازم اطور الليزر شكله ولا ما بيمشي الحال. اوكي انزين خلينا نجمع تساوي واحد يمين واحد يسار وخلاص. شو يبغى له هذا؟ ستيل. انزين لحظة وين هذا؟ ما ادري اظني هذا كان عندي في الانتاج. انا كنت حاطنه في الانتاج وين؟ هني صح؟ وتنظفت الخريطة وايد. جرافكس تعدل وايد كذا تعدل وايد. انا كنت اسوي كم حلقة ويتكنسلن اول شيء بس بعدين قلت لا ببدأ انتجهم لكم اسويهم على اساس انه اوكي. الحين نبغى البيسك منو فرنس بس نبغى ننقص هذا ويت. زين ويت مش الطريقة هاي. زين الحين شو ابغى اسوي؟ ابغى اجيب فحم. بس فحم هني مصيبة الفحم. مكان وسخ. هو وسخ وسخ المكان. ممكن احطيه هني انتج فحم بس بعد مكان تعبان. اجيب فحم هني وافك امري. لا والله ما ينفع بعد لازم اجيب فحم من هني. خلنا نجيب فحم من هني. كم فحم عندي هني؟ 21,000 كم بيكفهم ولا شيء. ليزر تورت شو يبغى له اصلا؟ يبغى له ميلتري ساينس. اذا هاي السالفة ترى عندي حلول ثانية. اروم احول فيول هني ما استعمله الا فيول استعمله من بلاستيك هني يدخل. ليش ما في عندي انتاج هني؟ شو ناقص؟ شو اللي ناقص هني يخليه ما ينتج؟ لازم تشيك مرة ثانية الماب كامل تبون صدق. الوضع مزري بالطريقة هاي. ينقسم للنصين. اوكي هاي يدخل عليه كوبر. ابي يسوي هذا. هذا يدخل عليه. برجع لفوق الحين بعد شوي بس خلونا يجيب من هني فحم. نجيب فحم من هني لين تحت. اوكي ما غير الخطة ما غير الاتجاه السما. اوكي
هذا هني ها ما نباهم ما نباهم عيل بس نبا الكهرباء حق الانسيرترز طبعا هذا ستيج 1 هذا بنتج لنا كل هذا بيكون انتاجه حق منو فرضيا ان هني انا بنتج منو اللي هو البلت البلت شو يباله اول شيء اول شيء يباله هذا خلنا انا احط هاي المانوال ويت بتلعب استقامة حطيتهم كلهم منوز بتلعب انزل مو مشكلة هذا بيروح لخصمين خصم لحظة انزل خصمين بنسوي اول شيء تريك سيركتس سبلترز الحلو في الرشاش اذا انقطعت الكهرباء طاف بعدها شغال هذا الحلو في الرشاش هاي الموجودين بس اوكي 100 اشو يبون هايل هاي بيحطون عمومه كهرباء اذا هايل انا مش قادر عليهم انا اشوف لوجيستيك تراش سلوت افيلبل سبيد وين صار سبيد لا بعد يبالي وايد ريسيرش ساينس هاشو بريكنج فورس الحين ما استعمل خطر الحين انا باستعمال انا بنحتاج شيء ما ينفع خلينا نسوي هذا زين نبا الكتريك سيركت هاي ناقصنا الأحمر شوفوا فنبدأ في هالمكان نبى ستيل بعد في الجيب شوية زين ونبى هني اخر شيء الانتاج النهائي الى لوجيستيك روبوت حلو حلو الحين احنا بننتج الاساسيات انتاج الاحزمه انتاج الاحزمه يكون من الاساسيات خلاص مره انت نسوي شيء حق انتاج شيء انا شيء صرت اجيب هذا السامان كنت اجيبه زين 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي ممتاز ما في الحين انتاج الاساسيات مره ضرب 5 شو خلص هذا اللي اقدر اسوي له ريسيرش الحين بسوي له ريسيرش دام ان عندي المقدره احسن بعدين اتوهق انزين نسوي سبريت حلو اول شيء نطلع لاين واحد من هني لين هني شو شغلة اللاين هذا ينتج لنا بس جير لان نحن شو بنحتاج الحين نبى جير وايرون شو بليت نبى ترانسبورت بلت نبى جير ايرون بليت هذا شيء يباله يباله الكتريك سيركت بعد الكتريك سيركت بني من اخر الدنيا شكله لا مو مني من اخر الدنيا عندي هني بسوي انتاج وخلاص ما له داعي شوفه كان صغير ما يباله وايد بعد ها ترك سيركت سوي سملتر هني اوكي هني وراها سملتر ماينرز هني ممكن وسع المكان بكبر اصلا مش قضية يعني مو قضية انزين خلنا نحط الحين خلنا نبدأ الاول بالاول الاول في الاول اقول التم اول شيء 1 2 3 4 5 6 حلو انتو شغلتكم في الحياة بس تنتجون شو
جير حقنا. وتحطونهم على هذا البلت هذا. حلو. تجيبون يعني هذا. انا عندي انتاج اظني هذا اصلا صح. بالي وقت لان استرجع الكنترول تصدقون. زين هذا ياس انتجه، هذا قاعد انتجه، هذا قاعد بعد انتجه عندي في اللوجيستيك سيستم. اوكي معناه اروم احط هذا هني. شوفوا هذا شيء مهم ترى. اوكي حطي هذا هنا. وهذا شو يسوي لنا؟ يسوي بالعكس بعد. وهذا نشيل الخط هذا من هنا دايركت. حلو يودي له منو؟ مصنع اللي بعده. مصنع اللي بعده شو شغله بيكون؟ انتجلنا منو فقط بلتس. مش كذي خلينا نوفر مساحة. 6 بعد. اوكي هذا شغله يبني لنا شو؟ بلتس. البلتس هاي اللي بندخلهم في سايكل. شو سايكل البلتس هاي؟ البلتس هذيل بيسووا لنا هذا ويعقب سبليتر. المشكلة أنا بسوي حاليا بس حاليا نبغى أندر جراوند أهم شيء. حتى سبليترز نبغاهم ترى، بس نبغاهم يحولونهم إلى شو؟ بلت أحمر. ما شغلتهم يسوون بلت منو؟ بلت احمر. لحظة هذا ليش هنا؟ لحظة لا دقيقة. اعرف هجوم ما يوقف. انزل هاي سوي جير بالطريقة شو هاي حاليا. بس هني ما في شيء اصلا فيه، بس بيسوي كيف الطريقة هاي. ها ليش الطريقة هاي؟ ها اخلي ودي فوق مشكلة. على اساس احطي منو هني صديقنا سبريتر. اوكي نسوي سبريت حق الانتاج بين هذا وبين منو؟ بين صديقنا هذا. لا اصلا في كل الاحوال هذا وين بيعقه؟ بيعقه الصوب الثاني. اتمنى انه مكانه يوصل له كهرباء يعني. لا ما بيوصل له طف. حطي وايد عمده مايه. زين ها شو شغلته؟ يجيب ايرون جير هني وها شغلته. يجيب البلت وين؟ تحت. البلت تحت شو بيتحول؟ انا اخبركم. البلت تحت يبا هاي شغلتين هاي الاساس يسوي منو؟ يسوي لنا البلت الاحمر. هالمصنع بس لانتاج البلت الاحمر ترى، ما عنده اي شغلة ثانية بالحياة. هني البلت الاحمر ايه دوره. اوكي
شوفوا هذا مش طبيعي يكون طبعا. هذا السيت اب مرعب من ناحية، مرعب من ناحية انه ما يضغط، مش مرعب من ناحية انه طر. عواميد الكهرباء فوضى بس سرعة. هاي مصانع بدائية يعني، مش مصانع هل ممكنهم ينتجون نفس الشيء. هاي بتهم الكهرباء بس عندنا حزمة حمراء، انتاج الحزام الاحمر. شوف انتاج الحزام الاحمر كيف. هذا انا الحين احاول اعزز البناء في المنطقة المحمية، يعني اتم ابني في المنطقة المحمية، ما ابني في مناطق ثانية. ما بحط ايش في شنطتي، ابى كل الروبوت يسوونه، هذا الهدف كله يعني. بس باقي لي عواميد بيبدا شغل عادي. زين هاي شو يبغى له؟ زين اقدر احول انتاج حق الثاني ترى. بس مش الحين بالضرورة يعني، مش الحين بالضرورة، الحين مش بالضرورة القصوى يعني. لا يبالا يبالا يبالا. هذا مصنع بس حق شو؟ حزام الأحمر. أسوي بلو برنت، نيو بلو برنت، نشيل هذا بكبره، سميه ريد بلت صح. عندك كيو نخفيه. زين شو نقدر نطور بعد؟ مودلز ستاك انسيرتر فلويد واجن، خلينا نسوي هذا. زين الحين هاي اللي بيبدون يبنون هناك تبة انتاج هذا اللي تحت. طبعا احنا اساس ننتج هذا يبغى ننتج هذا، اساس ننتج هذا يبغى ننتج شو؟ هذا. ففي حركة ثانية اسويها الحين ترى، شوفوا هل بيبات حطوها. اوكي قام يحطون الحين شو؟ الريل. نايس خلنا نحط هذا هنا. ها ما تصور عندي في الانتاج اصلا. هذا بيطلع بتري حقنا، بس انا مش متأكد اي لين كان المفروض احطيه فيه. هي هذا صح، هذا صح. لكن هذا يبقى غاز، غاز من وين؟ من هنا. هذا البيب شو يودي لي؟ هاي بالبلاستيك. بلاستيك شوفوا السلسلة ترى شوي يبالها تكتكة. مزين حلو. هاي يبالها جرين سيركت، جرين سيركت عندي في الانتاج هني. اهم شيء نحتاجنا الحزام الاحمر. الحين نحتاجنا منو؟ الحزام الاحمر. هني بسوي حق انتاجات البترول. خلى برايا شوفوا سلسلة كسلسلة ان شاء الله نطولة. بس المشكلة في الاعداء بيون من الزاوية. ابا شيء من عندهم انا؟ لا الحين عندي كل شيء داخل. هاي حلقة انتاج الحزام الاحمر، فبنشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. وقت الحلقة اصلا خلص اوريدي، ونقول ويلكم باك تو فاكتوريو بعد الابديت. سمحوا لنا على الحلقات القديمة، قلت بكمل على نفس البروجكت لان عندي فكرة كبيرة بديتها من وراء هذا البروجكت، وسلسلة شغلات جميلة بتكون يعني جدا جدا جميلة.
اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من فاكتوري، واتمنى منكم لعبتكم سلسله، تسوون لايك شير سبسكرايب هاي الحلقه هاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.